جمهورية طاجيكستان، جبال علاء الدين، الجليد يغطي قممها طوال العام، في الشعب لا يذوب الثلج إلا في نهاية مايو، وفي هذه الفترة تنشط الحركة على الدروب الجبلية. النساء من القرى المجاورة يسقن قطعان البقر نحو بحيرات علاء الدين. هناك مراع كثيرة يذهب الرعاة إليها مع بدء الصيف ويبقون لمدة نصف سنة حتى أواخر الخريف. بيبي خمرويوا في الخمسين من عمرها، أمضت منها 18 عاماً ترعى الأبقار عند بحيرات علاء الدين. من شهر مايو تا نوفمبر معها أيضاً 4 عائلات من قرية بينيون. كل صباح يبدأ عندهم بنفس الصورة، حلب الأبقار مع أولى أشعة الشمس. لدى كل عائلة تقريبا من هذه العائلات أزواج وأبناء رحلوا بحثا عن الرزق. لدى بيبي خمرويوا 3 أبناء تفرقوا كلهم. الأصغر يعمل في مصنع في شمال طاجيكستان، والابنان الأكبر يعملان في روسيا في بناء المنازل. ليس لديهما فرصة عمل على أرض الوطن. هكذا أصبح نمط الحياة في 20 سنة الأخيرة. الرجال يرحلون طلباً للرزق والنساء يرعين الماشية. في الماضي كان الرجال يساعدوننا، أما الآن فتنقصنا السواعد الرجالية. عندما كان الأبناء هنا كانوا يساعدونني في كل شيء. بالطبع من الأفضل أن يكون الأبناء إلى جوارك، ساعتها تشعر بالطمأنينة، ولكن الحاجة تجبرهم على الرحيل إلى روسيا للكسب هناك. في الماضي كانت بيبي تعمل في مزرعة تبغ، وكان ذلك هو العمل الرئيسي للسكان المحليين ومصدر رزقهم الأساسي. كانت طاجيكستان آنذاك إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي، وعندما انهار الاتحاد اختفت أسواق تصريف المنتجات وانتقل أهالي جميع القرى تقريبا إلى نظام التبادل العيني للمنتجات. بيبي أكبر نساء القرية، في غياب الرجال تتولى النساء هنا تصريف الأمور. بيبي شيخة القرية غير الرسمية. بعد الحلب تساق الأبقار إلى المراعي. لدى بيبي 3 بقرات ملك لها، وأربع من بقر الجيران. مقابل رعايتها لهذه البقرات تحصل على لبن كل 3 حلبة كأجر. اللبن هو المادة الغذائية الرئيسية في الجبال، منه يصنعون السمن والجبن. إلى أين تذهبنا اليوم؟ إلى أي مراعى؟ العشب طيب قرب البحيرات، اذهبنا إلى هناك. بضع نساء سيقومن برعي القطيع على سفوح الجبال على بعد 10 كيلومترات من هذا المكان حتى غروب شمس. النساء الباقيات سيذهبن لجمع الأحطاب. الجو في الجبال ليلا بارد ورطب، درجة الحرارة تهبط إلى 0. الحطب هو الوسيلة الوحيدة لتدفئة البيوت السكنية المتواضعة التي تهدمها الرياح والسيول والمطر كل سنة، ويضطر السكان إلى إصلاحها. طريقة البناء موروثة من عهود بعيدة. توضع الأحجار المنتقاة سلفاً حجراً فوق الآخر بحيث يسند بعضها البعض، ويستخدم روث البقر أو الحمير كمادة لاصقة. سقف المنزل به ثقب للمدخنة ثم فرشة على الأرض وكانون. هذا كل ما هنالك من أدوات الراحة. الإفطار الذي تتناولنه النساء الراعيات في الجبال يتكون من رغيف خبز ولبن رائب وشاي وسكر. وفي الغداء يتناولن حساء أو بطاطس مقلية. لا يأكلون اللحم إلا نادراً.
لم تعد بيبي تذكر حياة أخرى. الليالي باردة، ذاب الثلج منذ أسبوع. ما يحصل عليه الأولاد من العمل في روسيا يعطونه لعائلاتهم. بيبي تحصل على راتب تقاعد يعادل 30 دولاراً في الشهر. التسلية الوحيدة هنا هي الأحاديث. الأحاديث في العادة تدور حول أمور نسائية. نتناقش حول كمية اللبن التي تعطيها بقراتنا، ونقلق على رجالنا في روسيا وكيف يشقون لكسب المال. في ضاحية مدينة يكاترينبورغ الروسية يجري بناء بلدة من الفيلات الخاصة. هنا يعمل ابنا بيبي الأكبران، أحدهما سيبلغ 41 والثاني في 38. إنهما يجيئان إلى هنا للعمل للموسم العاشر، ولا يعودان كل عام إلى قريتهما. هناك من ظل يعمل في طاجيكستان، ولكنهم في الأساس من العاملين في الدولة. أما البقية فيرحلون. جاءوا بالحصى وقوالب البناء. إذا لم يتعطل توريد مواد البناء، فإن فرقة عمل واحدة تستطيع بناء هيكل المنزل في 3 أسابيع. وخلال الصيف يكسب كل فرد منهم نحو 10,000 دولار. هيا فرغ الشحنة هناك. رئيس الفرقة فيكتور راض عن العمال الطاجيك. إنهم يعملون بنزاهة ولا يهملون دينهم، ويكينون الاحترام للكبار، وهم في ذلك يتميزون عن العمال المحليين. حافزهم على العمل أقوى، لأنهم تركوا في طاجيكستان عائلاتهم الكثيرة الأولاد. إنهم فتية جيدون، مجدون ويشعرون بالمسؤولية، ينهضون مبكراً وينصرفون متأخراً، متواضعون، ليسوا كالمحليين، يؤدون العمل بنوعية جيدة، لا يسرقون، لا يستولون على شيء لا يخصهم، ولا يكذبون. إنهم فتية جيدون. فيكتور قدم فترة في قوات الإنزال الجوية، حارب في أفغانستان. حين ذاك كان التاجيك والروس أبناء بلد واحد يخدمون في جيش واحد، هو الجيش السوفيتي. منذ ذلك الحين أصبح يكن لهم مشاعر طيبة. البعض يأتي إلى هنا بنوايا طيبة، والبعض الآخر بنوايا شريرة، وهناك من لم يحالفه الحظ، فقد يأتون ولا يجدون عملاً، لا يوفقون في الحصول عليه، ولكنهم يواجهون مطالب العيش، ولذلك يرتكبون الجرائم. في تلك الأثناء تبقى في انتظارهما زوجتا الأخوين خمرويف من قرية بنيون في طاجيكستان. في غيابهما ألقيت أعباء العمل الرجالية على عاتقهما، تقومان بإعداد مادة البناء وصنع الطوب وبناء المنازل. أنا وزوجي بنينا البيت معا وتعلمت منه كل شيء. بقيت عندي بعض المهارات. النساء هنا يتقن جميع الأعمال. هذا عمل رجالي صرف، نحن مضطرون إلى ذلك إلى أن يكبر الأولاد، ولا مخرج لنا. في القرية بقي لدى بيبي خمرويفا زوج عجوز وابنة وثلاث زوجات أبناء. مصير الأربع نساء واحد. يرحل الرجال من أجل الرزق، وتتحمل النساء تبعة العمل المنزلي وتربية الأولاد، لذلك يحرصن على العمل معاً. في عزق مزرعة الخضروات يشارك الجميع، الابنة وزوجات الأبناء وحتى الحفيدات.
جميع الأعباء الآن ملقاة على عاتق النساء، كل الأعمال من حصد العشب إلى رعاية الماشية والأولاد وحلب الأبقار وغسل الثياب وإعداد الطعام، كل ذلك على عاتقنا. كل النساء يلقين نفس المصير، أزواجهن جميعاً في روسيا. إذا بقي الأزواج هنا فلن يكون لديهم عمل، فكيف نعيش؟ عائلة خمرويف تعيش على هذه الحال منذ 17 عاما. عندما لا يفلح الأزواج في كسب ما يكفي من المال يبقون في روسيا. في غيبة الرجال شكلت النساء فرق عمل، ليس الأقارب وحدهم بل والجيران أيضا يساعدون بعضهم بعضا في العمل، إذ ينظفون السجاد معا ويشيدون المنازل ويزرعون الخضروات وأشجار الفاكهة، بل ويربون الأولاد معا. رغم أن الأزواج لا يبقون مع عائلتهم سوى بضعة أشهر في العام، إلا أن عائلة خمرويف تشهد ولادة طفل جديد كل عام. من التقاليد الأسرية الراسخة الالتقاء حول المائدة لتناول الشاي. علي البالغ من العمر 70 عاما هو الرجل الوحيد الذي لم يرحل. الأولاد رغم أنهم بعيدون الآن عليهم أن يفكروا في أسرهم. شكرا للروس الذين يعطوننا العمل، ما يكفل لأبنائي إمكانية إطعام أولادهم. نحن مع روسيا منذ عشرات السنين ولن يفرقنا شيء. هذا هو حفل انتهاء السنة الدراسية في مدرسة قرية بنيون. قررت الإدارة منح هدايا للتلاميذ من العائلات الفقيرة. هؤلاء الأطفال يتامى، الأطفال الآخرون محرومون أيضا من عطف الآباء. جميع آبائهم تقريبا يعملون في روسيا. أكثر من نصف السكان الرجال في طاجكستان يعملون في الخارج، وهم يدخلون إلى البلد سنوياً قرابة ملياري دولار، أي ما يوازي الميزانية السنوية للجمهورية. نحن مكرهون على ذلك. ليس سهلاً أن تترك أبنائك يرحلون وتعاني من القلق عليهم هناك في روسيا. كل شيء يمكن أن يحدث. هنا ذات مرة لاقى متسلقو الجبال الروس مصرعهم. كم بكينا عليهم، قريتنا كلها. تخيلنا مدى فجيعة أهلهم، فكيف لا نقلق؟ ها قد مر شهر على رحيل بيبي خمرويف وجاراتها إلى أعالي الجبال لرعي البقر. سيبقين هناك في عزلة تامة نصف سنة. الاتصال الخليوي لا يعمل هنا، ولا يوجد راديو أو تلفزيون. أيامهن تمضي وفق نظام معهود: حلب الأبقار، جمع الحطب، تنظيف المساكن، وصنع القشدة والجبن. جميع نساء القرية الجبلية يجتمعن حول قدر كبير ويمضين عدة ساعات في تقليب اللبن الغليظ القوام بأيديهن إلى أن يصير سميكا مثل العصيدة. هكذا نصنع السمن، بعد ذلك نحفظه في أوعية خاصة، وفي أوقات البرد نستخدمه في الطعام. في أثناء العمل تغني بيبي دائما نفس الأغنية. تقول كلمات الأغنية أن فتاة طاجيكية نضجت مبكراً فزوجها أهلها من رجل لا تحبه، وكانت مضطرة للانتقال إلى بيت الزوجية.
انقضت حياتها في هموم العمل المنزلي. هكذا في واقع الأمر تمضي حياة الكثيرات من النساء التاجيكيات، إنهن يبقين وحيدات. أكبر أبنائي عمل في مصنع الأخشاب، والأصغر أنهى المدرسة، وبسبب الحرب لم يتمكن من الالتحاق بالجامعة. الأخوان خمرويف أثناء استراحة الغداء في انتظار وصول مواد البناء قررا أن يشتريا مواد غذائية. جميع هذه الحقول في ضواحي يكاترينبورغ بيعت لإقامة فيلات عليها. هذا يعني أن الأخوين خمرويف سيكون لديهما عمل في هذا الموسم والموسم التالي أيضا. هنا في مجال البناء يحصلون على دخل يبلغ في المتوسط 500 دولار شهريا، أي أكبر بخمس أو سبع مرات من أعلى الأجور في طاجيكستان. الأخوان ينفقان منها على الأكل معاً 15 دولار في اليوم لا أكثر. سنشتري الآن لحماً لنطبخ البلوف. إذا لم نجد لحم بقر سنشتري لحم دجاج. يمكننا إنفاق 1000 روبل على طعامنا. في اليوم السابق أرسل خمرو إلى أسرته في طاجيكستان 350 دولاراً، أبقى لمصروفه 100 دولار فقط. في يكاترينبورغ تستأجر فرقة البناء كلها غرفة واحدة في منزل جماعي. سبعة أشخاص يعيشون في غرفة مساحتها 20 متراً مربعاً. إذا توفر العمل يستطيع كل منهم أن يكسب مبلغاً يصل إلى 1000 دولار. كل شيء مرتبط بتوفر العمل. إذا لم يتأخر وصول مواد البناء يمكننا أن نكسب، أما إذا تأخرت فهذا سيء. نحن نتقاضى الأجر عما تم تنفيذه من أعمال. الأجر يكون على قدر العمل المنجز، هكذا يدفع الأجر. الرئيس الفرقة فيكتور ذهب مرة أخرى إلى مورد مواد البناء مستقلا شاحنة قديمة، يمزح قائلا إنها بدون فرامل. حدث تأخير مرة أخرى، لا يستطيعون الحصول على القوالب. خمرو يشعل النار لإعداد البلوف التاجيكي تماماً كما في القرية. فيكتور يتذكر كيف تذوق البلوف لأول مرة في حرب أفغانستان. أعده الجنود التاجيكيون الذين كان قائدهم. هكذا تأخذ البلوف بأصابعك وتدفعه بهذه الطريقة إلى فمك. في البداية فشلت في ذلك وكان الأرز يسقط من يدي. سألت نفسي لماذا أتعذب؟ فالتقطت قطعة لحم من أعلى الطبق ودفعتها إلى فمي. كانت لذيذة، ثم تعلمت طريقة الأكل. الفتية عموما على ما يرام. بعد 40 دقيقة استعدت الفرقة لتناول الطعام. نادوا فيكتور لكنه اعتذر، إذ عليه أن يذهب ثانية لجلب مواد البناء. فيكتور تعال كل معنا. لا أستطيع، أمامي عمل، لا توجد مسامير، علي أن أحضرها على وجه السرعة. إذا كان الحديث في طاجيكستان يدور دائما عن الرجال وكيف يعيشون في روسيا، فإن الحديث هنا على العكس يدور حول الزوجات والوالدين والأولاد. يحنون إلى الموطن ولكن لا بد من العمل. العمال يأتون إلى هنا من مختلف الجمهوريات، لكن البعض لا يترك بلده ويعمل فيها. المكسب قليل لكنه يكفي للحياة. علي يتصل هاتفيا بأبنائه في يكاترينبورغ مرة كل شهر. إنه يقتصد، النقود تكفي لسداد الضرائب وشراء الطعام والملابس للأطفال. ألو ها ها دولو دوس ها أو تو قام راسو. بينما بيبي خمرويوا ترعى البقر في الجبال، تتولى زوجات الأبناء تصريف الأمور. هنا يمزحون قائلين حل عصر النساء. لم تتولى النساء التاجيكيات من قبل أبداً مهام ليست مألوفة لديهن.
المرأة الآن هي رب الأسرة الفعلي. مثل هذا الوضع لم يكن عندنا أبداً، لكن الزمن اختلف. علينا الآن تصريف جميع الأمور. بحيرات علاء الدين من أجمل الأماكن في آسيا. في زمن الاتحاد السوفيتي كان يأتي إليها المئات من متسلقي الجبال من جميع أنحاء العالم. شعب علاء الدين كان يمكن أن يصبح مكاناً سياحياً رائجاً في أيامنا هذه. لا يوجد في أي مكان آخر مثل هذه الجبال والشلالات والبحيرات الساحرة. كانت السياحة وحدها ستضمن دخلاً كافياً، لكن الحرب الأهلية ثم الأزمة الاقتصادية قضت على تلك الخطط. ليس هناك بنية تحتية أو طرق. حفيد بيبي عمره 16 سنة، جاء من القرية ليساعد جدته في رعي الأبقار. أنهى المدرسة لتوه. معظم رفاقه هاجروا بحثاً عن عمل، وأصبح الآن الرجل الشاب الوحيد في القرية. الشمس في الجبال تغرب مبكراً، والظلام يغمر شعب علاء الدين. تخلو القرية من الأضواء والتدفئة. التسلية الوحيدة للنساء هي إشعال النار والغناء والرقص ما دام الحطب مشتعلا. بيبي تعرف أن مستقبلا تعيسا ينتظر هؤلاء الفتيات، فحتى لو تزوجنا فسرعان ما سيرحل أزواجهن بحثا عن عمل. والآن ألقيت على أكتافهن تبعة تصريف كل الأمور، وبعد الزواج سيكون الحال أسوأ. بيبي تذهب إلى المراعي في الجبال طوال 18 عاما، ولا تستطيع الإجابة عن السؤال: متى ينتهي كل ذلك؟